لو انا هعمل ترايبل بقى، ايه التولز اللي انا محتاجها عشان اعمل ترايبل؟ اول حاجه لازم يكون في مايكروسكوب. لازم يا جماعه عشان اشوف بروكن فايل لازم يكون في مايكروسكوب، من غيره انت كده داخل يعني هتدمر السنه في محاوله الترايبل. تاني حاجه التسونكس، تالت حاجه فرونت سيرفيس ميرور عشان ابقى شايف كويس جدا، رابع حاجه ودي مهمه جدا الاستروك اريجيتور، ده بقدر ان انا اعمل فيه درايفز جوه الكنال عشان ابقى شايف كويس جدا. هاو تو ريموف بالظبط. خلينا نقسم الموضوع لتو كاتيجوريز كبار، يا اما شورت فراجمنت يا لونج فراجمنت. كويس، ايه اللي بيحدد الموضوع؟ اكتر من 4.5 مللي اعتبره لونج فراجمنت. هنشرح دلوقتي شيل الشورت فراجمنت عامل ازاي. الشورت فراجمنت اول حاجه لازم اعملها ان انا ما استعجلش واقعد اشتغل بالالتراسونيك وانا مش شايف. اي هاف تو سي ات. هو انت اول ما تبص في الميكروسكوب كده هتشوفه؟ للاسف لا، لازم اشيل تنتين من فوق عشان اشوفه. طب هعمل كده ازاي؟ هستغل جيتس 432 بالترتيب من الاكبر للاصغر، ولو عندي كيرف الكنال الجيتس ممكن تعمل ليدج، ممكن اوسع بروتري فايل. بعد كده لازم عشان اكشف الهيد كلها تمام اعمل حاجه اسمها ستيجنج بلاتفورم، ان انا بعدل الجيتس اخليها فلات كده، وزي ما انتم شايفين الدايره دي على الستب اللي هي بنسميها ستيجنج بلاتفورم. اوكي، دي بيبقى شكل الجيتس بعد ما تتعدل. طيب نرجع بقى للجيتس بتاعتنا، شلنا الفايل ازاي؟ الصوره اللي انا واخدها دي خلي بالكم المنظر ده انا شفته امتى؟ بعد ما عملت توسيع الاول بالجيتس، وبعد ما عملت ستيجنج بلاتفورم هنا بقى دور الالتراسونيك يبدا مش قبل كده. اوكي؟ حلو قوي. نشوف بقى الفيديو. هنا احنا عملنا ايه؟ دلوقتي انا في الخطوه الاخيره. بعمل ايه؟ بشيل من الانر وول، هي دي الحته اللي بتبقى عامله انجيجمنت الفايل، وبدي بقى الالتراسونيك شغال على الانر وول بس. بعمل حاجه هي لسه هتبان دلوقتي. بعمل زي سيمي سيركل الموشن كده عشان اعمل سيمي سيركل جوه في الانر وول. هتبدا بعد كده شايفينها؟ في زي نص دايره قدام الفايل. بعد ما اكشف تيت الفايل واحط الالتراسونيك هنا واشغل اعمل اكتيفيشن، الفايل هيطلع بالكنال وينط. اوكي، وده اللي حصل هنا. وعرفنا بعد كده ان احنا نجين نوصل لللينث ونعمل زي ما احنا شايفين كده الاوبتيوشن في الاخر.